تقارير ضيق الوقت واعتذر منكم أعزائي المشاهدين. بروح على آخر تقرير فكاهي حلو جميل. سعودي يروي قصته في مصر مع البلطجية الموجودين هناك بأسلوب سعودي مصري حلو. أعطوني تقرير السعودي الحلو. تكلم مصري كويس. اسمعوا، في 2004-2005 في حي أكتوبر في القاهرة، هقول لكم القصة وأكيد مرت على ناس درسوا هناك. حي أكتوبر في البدايات كان فاضي في الحي الأول عند الأرنب الجائع، أكيد لو والله لا واحد من عيال مصر حيفهمني يعني، ما في كلها 6-7 عماير عظم وعمارة واحدة اللي مبنية، 6-7 عماير وعمارة واحدة مبنية، وأنا راجع في الليل مدخر الساعة 3. فطبعا أنا جيت دخلت من عند الأرنب الجائع، هذا كشك اسمه الأرنب الجائع، والدنيا ظلام، ما في صريخ ابن يومين، أس وأنا لسه واد كتكوت دوبي واصل مصر، ما لسه كنت حتى أنحف من كده وكنت مسمسم يعني، يا دوب أقول بسم الله يعني. وفجأة حين إذ يطلع لي واحد بالمطوى هنا، طلع كل اللي معاك، ويجيني واحد تاني في وجهي خلصت بكمت، بقول لك طلع كل اللي معاك، طلع كل اللي معاك، انا ما ماني خلاص. فجأة ربنا كده يا جماعة الخير، والله من الله كده شيء نزل لي كده، قلت له هو ينفع اللي انت بتعمله ده يا كابتن؟ سايب كل الخليجة اللي هنا في الحي وجاي على صاحبك وحبيبك ابن حتتك؟ انا ما معيش حاجة، لو معايا حديك. اداني القفا الاول، طع انت منين يا ياض؟ قلت له من طنطا. انا من طنطا مش باين ولا ايه؟ وبعدين انا ابويا فلاح، انت سايب السعوديين والكويت وجايين انا؟ صاحبه بيقول له يا مصطفى ده باين عليه بجد فلاح ما معهوش حاجه، اجري من هنا يا ياض، اجري اجري يا. خدت القفا من هنا وقلت له شكرا، ويا ريت ما قلت شكرا لان بعد شكرا خدت شلوت في المؤخره في والله. اي رحت الشقه وقفت قدام المرايه، سقفت لنفسي، قلت انا اقنعت البلطجي ان انا مصري يش. وهو والله لو دخل يده في جيبه اللي ورا الحلم اداني الشلوت، كان طلع الجواز الاخضر وكنت حتشبشب واتقطع. ذمتي اذا احد من المملكة العربية السعودية يعرفون هذه الشخصية يدزونا رقم نتواصل معاه وندعوه بالكويتي حضر ويانا، لأن دمه خفيف وأتمنى لك التوفيق. أكتفي، ما أقدر أعرض باقي التقارير.